أستاذ أحمد، في المقابل يعني هناك محاولات كما يبدو، وأنت تعلم بموضوع واقعة الموز كما عرفت قبل فترة، في محاولات للتحريض وزرع الفتنة بين السوريين والأتراك، إلى أي مدى خاصة من الإعلام السوري، الفضائيات السورية، هناك مسؤولية من النخب السورية وأيضا من الجانب التركي كذلك بالإجراءات كذلك بمحاربة المحرضين من الجانب التركي كذلك، ومنهم من أصبح مشهورا، الخطورة هذا الملف الآن واستغلال فاجعة الزلزال؟ الموضوع خطير، الموضوع جدي، هناك جهات معادية للشعبين، أذكر على سبيل المثال عصابات البيكيكي وفروعها السورية، هذه اللحظة المناسبة جدا لهم لضرب الطرفين، هم معادون للطرفين، للشعب السوري وللشعب التركي. هناك عنصريون في تركيا، هناك عنصريون في تركيا يريدون استغلال هذه الفرصة، هؤلاء أيضا يجب أن يخرسوا أو يتم إخراسهم، لأن الموضوع مو لعبة، يعني الناس متوترة، أعصابها متوترة، غاضبة، في حالة غضب شديد وفي حالة يأس مطلق، وهذه بيئة مثالية لصدام ما بين الشعبين، وهذا يجب أن لا يحصل، لأنه يضر الشعبين ولا يفيد إلا أعداءهم اللي هن بعض المتطرفين داخل تركيا، المتطرفين تبع البيكيكي، وفي متطرفين في سوريا، في جماعات لأسباب أيديولوجية تكره الثورة السورية وتكره تركيا، مثل النظام السوري والتابعين له، وفي ناس ما تابعين للنظام السوري ولكن لأسباب أيديولوجية. كل هؤلاء يجب أن نواجههم، لأنه الموضوع لا يحتمل، يعني اللعب قبل الزلزال يجب أن لا يستمر بعد الزلزال، والتلاعب بالناس وعواطف الناس ومعلومات الناس. أنا كل يوم بيجيني عشرات الأخبار الكاذبة اللي لا يمكن تصدق، والمنتشرة ما بين الناس، وفي ناس عمال بنشروها، وهذا يجب أن يتوقف. يا ناس، قبل ما تنشروا أي خبر فكروا شوي، دققوا، يعني كل وسيلة إعلام في العالم تدقق بالخبر مرة ومرتين وثلاثة، يعني هذا الأمر مبرمج وموجه بتقديرك؟ طبعا لا شك في ذلك، بأنه منظم ومبرمج وأذرعه طويلة. ووصيتك هنا للسوريين تحديدا، أختم معك بكلمات أستاذ أحمد، لا تصدقوا الإشاعات، لا تصدقوا الإشاعات، لا تصدقوا عدو تركيا وعدوكم، لا تصدقوهم، أولا النظام السوري، ثانيا عصابات البيكيكي، ثالثا العنصريين المتطرفين الأتراك، ورابعا جهات أيديولوجية سورية تكره الطرفين وتريد الخلاص من الطرفين. انتبهوا، لا تصدقوا الأخبار الكاذبة. بعض الفضائيات السورية عليها مسؤولية مضاعفة 100 مرة، هذه لحظة تاريخية كبيرة جدا، كبيرة جدا. شكرا لك، خطر كبير جدا. شكرا أستاذ أحمد كامل. أستاذ ياسر، ماذا تقول في هذا الإطار؟ اليمين المتطرف في أوروبا لطالما كان يوجه خطابات عنصرية باتجاه الأجانب والسوريين والعرب والمسلمين، وجدنا خطابه العنصري في حرق القرآن الكريم وهو مقدس الأقداس بالنسبة للمسلمين. الآن نفس هذا اليمين المتطرف المتواجد أيضا في تركيا يوجه نفس، يحاول أن يدق نفس الإسفين، وعندما يحاصر يقول أنا ألغي التغريدة أو أنا أسحب المنشور. هؤلاء يجب أن يعني حسب القانون التركي يجب أن يحاسبوا، لأنهم يزرعون بوادر الفتنة بين الشعبين التركي والسوري ويخلقون أزمة يحرصون من خلالها. وإذا في مشاكل وأخطاء وتجاوزات من أي طرف تحل بطرق؟ أنا أظن أن الحكومة التركية انشغلت الفترة الأخيرة بسبب يعني مشاكل الزلزال، ولكنها تستطيع الآن أن تردعهم وتستطيع أن تحاسبهم، كون أن القانون وأن المعركة معهم، يعني هذه المعركة ليست ضد الشعب التركي وليست ضد السوريين، هذه المعركة ضد حكومة العدالة. لذلك أنا أظن أن حكومة العدالة ستكون واضحة وقادرة على لجمهم. والمصاب كبير على الجميع، والإيواء، هم الإيواء كبير جدا. الآن بدأت جداً مشكلة الإيواء. نعم. والإطعام وكل هذا الأمر كان في الجنوب التركي أو في الشمال السوري. صدق. نسأل الله أن يرفع هذه الغمة ويزيل الكربة. شكرا جزيلا لوجودك مع الأستاذ ياسر النجار، شكرا للأستاذ أحمد كامل، وشكرا للدكتور خالد الشوبكي. شكرا لكم مشاهدينا.